أن نكل أو نمل حتى تقال الحكومة، شعار ردده ناشطو حملة إنقاذ في محافظة ذمار خلال مسيرتهم المطالبة بإسقاط حكومة المحاصصة الحزبية. وعلى رئيس الجمهورية تلبية مطالب الشعب وإما تلبية مطالب الساسة الأحزاب. المشاركون في الحملة طالبوا رئيس الجمهورية بإقالة حكومة الوفاق بحكومة كفاءات تراعي مصالح الشعب وليس حكومة تنظر إلى مصالح الأحزاب، مستنكرين صمت الحكومة تجاه الانتهاكات بحق الأصوات المنددة بفسادها وقمع المشاركين في الحملة خلال مسيرتهم المختلفة. بحكومة متوافقة وليست حكومة تقاسم بين الأحزاب وأيضا الشعب بينهم، ومحاكمة القتلة ومحاسبة كل من يعتدي على الجيش في كل محافظات الجمهورية. ناشط إنقاذ ندد بالجرائم الإرهابية التي تطال منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والقيادات الحزبية، داعين إلى كشف نتائج التحقيقات ومعاقبة كل من ثبت تورطهم في تلك الجرائم، محملين الحكومة مسؤولية الدماء التي سفكت. رسالتي للرئيس هادي حفظه الله ألا تستهين بجموع الشعب اليمني الذي يخرج يوميا للمطالبة بإسقاط هذه الحكومة التي زادت من معاناة المواطنين. المسيرة التي قطعت عددا من الشوارع أكدت أن استهداف قيادات الحملة لن يثنيهم عن استمرار في المطالبة بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب اليمني الطامح إلى الأمن والاستقرار والتنمية.